السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذه المره مختلف شويه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه. كيف ما كتشوفوا عندنا هنا بسبوسه اللي كتجي خطيره وروعه روعه روعه، شي حاجه اكثر من روعه. كنصحكم باش تجربوها، كتجي رطبه ومعلكه والمذاق ديال الليمون يا سلام. فنه في الصباح في الكوتيل الضياف، تحطوها للضياف كتجي كتحمق الصراحه، كتحمر الوجه كيف ما كنقولوا. المهم خليكم، غادي نعطيكم طريقة ديال المقادير، هتشوفوا معايا الطريقه اللي هي بسيطه وسهله وكتوجد دغيا دغيا. المهم لاول مره يشوف القناه واول مره يتعرف علينا واول مره يشوف الفيديو، ما تنساوش تخليو لنا واحد اللايك باش تشجعونا وسبسكرايب باش هكا ديما نعطيكم الجديد. شكرا لكم وخليكم معنا حتى الاخر الفيديو. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... المهم كيف ما كتشوفوا غنحتاجوا السميده والليمون والسكر. بالنسبه للمقادير ديال السينو غادي نحتاجوا السكر والبرتقال والماء، ونخليكم غادي ندوزوا دابا للمقادير والطريقه ديال التحضير، خليكم معايا. المهم في السيروم ديالنا اللي غنسقاو به البسبوسه غادي نحتاجوا كاس ديال الماء، وغادي نديروا قشره ديال الليمون معاه، وغادي نحتاجوا كاس ديال سنيده. غادي نخليوه حتى يغلى واحد 5 دقائق بحال هكا تيشد راسو شويه، وعاد غنزيدو كاس ديال العصير طبيعي. وندوزو دابا المقادير ديال البسبوسه. غادي نحتاجو في المكونات نتاع البسبوسه بطبيعه الحال السميده، جوج كيسان ديال السميده غتعبروا بنفس الكاس اللي تعبروا به يعني العصير السنيده نفسه تعبروا به، جوج كيسان ديال السميده. غادي نحتاجوا معلقه محكوكه ديال القشور ديال الليمون، يمكن لكم تعوضوهم بالفاني، جوج بيضات، جوج معالق كبار ديال الدقيق، وغادي نزيد عليهم البيكنج باودر قيمه 7 غرام وقبيصه ديال الملحه. غنحتاجو هكا قياس بحال هكا ديال الزيت، نصف كاس، ما ماشي نصف كاس، نصف كاس، المهم بحال هاد القياس، كاس ديال السكر سنيده ما عامرش، وكاس ديال العصير. ودابا غادي نبداو نضيفو المكونات ديالنا. غادي نديرو البيض، جوج البيضات، غادي نضيفو ليه سنيده، وغادي نضيفو معلقه ديال قشور الليمون. عرفتوا هاد البسبوسه راه كتجي خطيره، كتجي، ومن بعد غادي نطلبوا هاد الشيء. بعدا قلت لكم هاد البسبوسه كتجي خطيره، وخصوصا دابا اللي وقت الليمون تحاولوا تستغلوا هاد الوقيته هادي. غادي نطلب حتى نحس باللي السكر ديالنا قرب يدوب، وهذا غادي نضيف المكونات، باقي المكونات. عرفتوا رائحة غزالة ديال الليمون يا سلام. دابا غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف عصير ديال البرتقال، غادي نمزج المكونات. بالنسبة لهذا الكوك، عفوا كنت شفتو في التقديم ولكن ما قدمتوش لحقاش، انا ما غاديش ندير البسبوسه بالكوك، هذه بدون كوك. ولكن كيف ما كتعرفوا البسبوسه ضروري في التزيين، ضروري من الكوك، كيجي معها رائع في التزيين. صافي، من بعد غادي نبقى نضيف السميده، كيف ما قلت لكم جوج كيسان ديال السميده، وغنزيد قبيصه ديال الملحه، وغادي نخلط الكل. كيف ما كتشوفوا بلي الخليط كيكون ما ثقيلش بزاف بحال الكيك، كيكون خفيف، ولكن ملي كيبقى يرتاح واحد شويه السميده كتشرب السوائل وكيولي لنا شاد راسو شويه. صافي، فقط غادي نخلط على هذا الشكل. ودابا غادي ندوز الدقيق، جوج معالق ديال الدقيق كبار عامرين مزيان، غنزيد عليهم البيكنج باودر
بيكنج باودر او خميره الحلويات او خميره الحمراء، غادي نزيد معلقه جوج معالق عفوا ما يعادل 7 غرام، جوج معالق صغار، وغادي نخلطهم مزيان. غنخلط الدقيق مع البيكنج باودر صافي. تحاولوا باش ما يكونوش حبيبات ولا حتى شي حاجه، تخلط لينا مزيان، وعاد غنبقاو نضيفوها شويه بشويه للخليط ديالنا. الدقيق كيزيد كيعقدها لينا شويه، ولكن ملي كترتاح كتولي جاهزه باش ندخلوها للفرن. المهم هذا هو المول ديالي فاش غنديرها. دهنته بالزيت ودرت عليه شويه ديال السمنه. وبالنسبه للسميد ديال الخليط ديالي عفوا كيرجع على هذا الشكل هذا، شفتوا كيف كيولي كيعقد ملي كيرتاح. دابا مباشره غادي نكب الخليط ديالي هنا، والفران انا في هذه الوقيته هذه راه شعلت عليه باش يسخن شويه. اذا كان الفران ديال الغاز عادي كتشعلوا عليه من تحت وتقللوا حتى كتطيب لينا الكيك ديال عفوا البسبوسه ديالنا مزيان، وعاد كنحمر نشعلوا ليه من فوق باش يتحمر. كيف ما كتشوفوا هذه هي البسبوسه ديالنا، بعد ما وجدات ما تحمرات كيجي واحد اللون ذهبي فن غزال، راه ما باينش مزيان في الكاميرا. المهم هي كتكون سخونه، وبالنسبه للسيرو ديالنا بعد ما زدنا له الليمون خاصو يكون بارد، انا درته في الثلاجه وكنخويو هذه بحال هكا، نسقيوها مزيان ونخليوها من بعد تشربوا. شربوا لينا ملي كتكون سخونه دغيا كتشربوا، خليوا واحد 3 دقائق تشربوا ديك الساعه نزينوها. انا دابا غادي نرش عليها غير شويه ديال الكوك بحال هكا، نحاول نزينها شويه بالكوك من بعد ما شربت لينا السيرو. راكم عارفين الكوك كيجي معها رائع. المهم وكيبقى تزين شي حاجه الاختياريه، كل واحد شنو كل واحد شنو يدير. اللي ما كيعجبوش الكوك يمكن له يدير كوفيتير، يزين بالليمون، اي حاجه. المهم انا غادي نعمرو مزيان بالكوك، وشديت شويه القشيرات ديال الليمون ها هما له. عسلتهم شويه مع الموسنيده، وغادي نحاول المهم غادي نديرهم غير من الفوق وصافي باش يعطيو المذاق ويجيو متواتين. كيف ما عارفين الكوك كيتواتى مع الليمون المذاق ديالو كيجي رائع صراحة. ما عرفتش كيفاش غندير ليهم، نحاول ندير شميشة. المهم التزيين ديالي على قد الحال، هذه هي الفكرة اللي جاتني ندير. دابا غادي نقطعها معكم وتشوفي كيفاش كيجي الشكل ديالها من الداخل. هادشي الطبق غزالة، الريحة يا سلام ما نعاود ليكمش.